شوف على دعم السياسي على الأقل حصلنا إنه نحنا نقدر في هالموزنة 24 بالحد الأدنى من المقومات نقدر نشتغل. أنا بتشكر الكتلة جزيل الشكر على دعمه بال 24 جزيل الشكر، يعني موقفه كان بمجلس النواب موقف جدا مهم بالنسبة لنا. منضيف عليها موضوع 25 بايك، حتى لو يعني إن شاء الله بينتخبوا رئيس وشكل حكومة جديدة بيجي وزير أشغال جديد، لازم وزارة الأشغال بال 25 تكون موازنة، لأنه البلد أصبح بحاجة إلى موازنات أكثر بموضوع الأشغال. ونحن بالنسبة لنا نعتبر حالنا بين أهلنا وناسنا، واللي عم نعمله لا في داعي لا شكر، نحن عم نعمل واجباتنا أمام أهلنا بقضاء الشوف كسائر القضية اللبنانية. ومن الأساس نحن بالنسبة لنا من أول يوم بالوزارة حتى الآن ومستمرين نعتبر مال وزارة الأشغال العامة والنقل اللي هو اعتماداتنا التي اقترت في مجلس الوزراء ومجلس النواب. وأنا بدي أنتهز الفرصة كمان اليوم لأتشكر دولة الرئيس مئاتي. دولة الرئيس مئاتي هو داعم أساسي لوزارة الأشغال بكل مشاريعها، ولو ما دعم الرئيس مئاتي كان في عنا عثرات كثير وما قدرنا نفذها العمل نفسه. وأنا بدي أتشكر دولة رئيس مجلس النواب وكل النواب وكل الكتل السياسية اللي وقفت معنا بإقرار الموازنة، ونتمنى على النواب العام المقبل كمان يوقفوا معنا بإقرار الموازنة 23 لنقدر نطورها. الله يطول عمرك ويعطيك الألف عافية ويطول عمر تيمور بايك كمان.